السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخواتي وصحابي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. انا لسه حالا بشوف الجدول، ولسه بعد الهدومي بقى وبجرب المايك والحاجات دي كلها، بعمل ريفريش لقيت لك امريكا بعد ما كانت 40 بقت 41. ايه يا جدعان، انتوا مع كل ريفريش هتاخدوا بطولة ولا ايه؟ انا النهارده جاي اقول لكم اخر ابديت كده للميدل ريس، البطولات في اولمبياد باريس 2024. هنشوف مع بعض امريكا بعد ما كانت السادسة رجعت بقت الاولى تاني، بس هو الفرق في البطولات، في الجولد الصين طبعا واخده 12 بطوله وامريكا واخده 9 بس، بس التوتال واخده 41، يعني هي واخده 15 برونز واخده 17 سيلفر. يا جدعان امريكا كبيره جدا، امريكا كام ولايه؟ 52 ولايه ولا 51 ولايه؟ وكل يعني انت عندك مثلا ولا في ولايات معينه اقوى من دول، يعني في ولايه مثلا تكساس ديت و الاقتصاد بتاع اقوى من المانيا. بس يا سيدي كبيرة جدا أمريكا عليهم، يعني واحد وسنة نعمل ريفريش تاني، لا لسه 41. المهم بريطانيا اللي كانت عندها 6 بقى معاها 9 من آخر فيديو احنا عملناه. اسبين بعد ما كانت 2 بقى معاها 5 واخدة واحدة جولد اهيت، وفي فرق يعني هو كان معاه 2 بس بقى معاها كام؟ بقى معاها 5 اهيت. إسرائيل اللي كان الزفر عندهم 2 بطولتين. أوكرانيا داخلة، ده أنا كان في الجدول دوت في دول كتيرة أولا. تونس واخدة واحدة سيلفر، هي حلوة أوي. إيجيبت لسه زي ما هي برونزاية. وبص كل بقى الدول دي مش واخدة أي حاجة، من أول الجزائر، أنجولا، البحرين، كل ده محدش واخد منهم حاجة خالص. الكاميرون بيطلع برضو حاجات حلوة، كولومبيا، تشيلي، كوبا، قبرص، كوستاريكا، كل دي، اثيوبيا، فنلاند، غانا، غينيا، ايران، عراق، كوت ديفوار، الاردن، الكويت، مع كل الدول، لبنان، كل الحاجات دي، ليبيا، فماروكو يعني الجزائر والمغرب ما مش زي مش واخدين حاجة يعني. نيجيريا، فلسطين، فسنغافورة، لا يعني في دول تقيلة مش واخدة ولا بطولة يعني، فاهم؟ فإمارات إزاي إمارات مش واخدة ولا حاجة؟ ده الإمارات دي بتهتم بالمواهب إيه؟ واستثمارات وفلوس وبتاع ومش ولا بطولة؟ إزاي يا جدعان؟ ازاي مش واخدين؟ استغربت الصراحة من الإمارات. أعمل ريستارت تاني كده، لا دي سلام والله كانوا 40 بالظبط. عملت ريفريش بقى 41، هتلاقيهم بيلعبوا دلوقتي بقى وكده. برازيل 6، اسبان 5، كوريا، هونج كونج 4، ساوث أفريقيا بقت 4. طب حلو والله، عاملين شغل حلو. ساوث كوريا واخدة 2، ده شمال كوريا واخدة 2. طب حلو والله. بس ده كان آخر تحديث كده، وهنعمل مقارنة بين الفيديو ده واللي جاي إن شاء الله، وهنشوف كده الدنيا ماشية إزاي. السلام عليكم. الصيف ده نأجز هنا عندي وتعيش معانا جو مصري، نلحق الموسم من بدري ونلف لفة جديدة حصري، جونا حاجة تجنن، حالة جديدة حلوة جدا، كوباية الشاي هنا حاجة تانية، دلل هنا لوحده دنيا. للفجر نسهر للفجر، ده مفيش ولا يوم بيخلص في مصر، كل حاجة فيها أصلي، حتى الجو جو مصري، زي الهوا اليوم هيجري، تعال بس ومش هتمشي، كل قاعدة فيها فسحة، كل
بعمل لزازة ومش كفاية يومين أجازة لسه الصيف ولسه عيدها غنوة هتسمعها وتعيدها للفجر نسهر للفجر ده مفيش ولا يوم بيخلص في مصر كل حاجة فيها أصلي حتى الجو جو مصري زي الهوى اليوم هيجيد على بس ومش هتمشي كل قعدة فيها فسحة كل حتة وليها روحها ناس تيجي هترد روحها وانا هحكي لي تعالى شوفها الصيف ده نأجز هنا عندي وتعيش معانا جو مصري نلحق الموسم من بدري ونلف لفة جديدة حصري جونا حاجة تجنن حالة جديدة حلوة جدا كوباية الشاي هنا حاجة تانية دلل هنا لوحده دنيا للفجر نسهر للفجر ده مفيش ولا يوم بيخلص كل حاجة فيها أصلي حتى الجو جو مصري زي الهوى اليوم هيجري تعالى بس ومش هتمشي كل قعدة فيها فسحة كل حتة وليها روحها ناس تيجي هترد روحها وانا هحكي لي تعالى شوفها بعمل لزازة ومش كفاية يومين أجازة لسه الصيف ولسه عيدها غنوة هتسمعها وتعيدها للفجر نسهر للفجر ده مفيش ولا يوم بيخلص في مصر كل حاجة فيها أصلي حتى الجو جو مصري زي فيها فسحة